يبدأ على منصة شاهد عرض الفيلم السوري نزوح، وذلك بعد عرضه في السينمات في العديد من الدول العربية. الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ومن بطولة كندا علوش وسامر المصري، وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة هالة زين ذات 14 عاماً، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم وتقيم صداقة مع عامر نزار العاني الصبي بالمنزل المجاور. ومع تصاعد العنف تصر والدتها هالة كندا علوش على الرحيل، وتدخل في صراع مع زوجها معتز سامر المصري الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل. نال الفيلم العديد من الجوائز إذ كان عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونال جائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، كما شارك في أكثر من 20 مهرجانا دوليا من بينها مهرجان لندن ومهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا ومهرجان ساو باولو ومهرجان طوكيو، بالإضافة إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. أنا عامر، بس في كتير نجوم هدول ما بيروحوا بالقصف. وتحررنا وخلصت الحرب، الناس فاقوا تاني يوم كأنه كابوس ومر.